فلوس وهدايا لأربع أبراج فلكية الفترة اللي جاية زي ما قالت العبقرية هالة حافظ. الأبراج والكواكب في حركة دائمة، ده بيؤثر على توقعات المالية بشكل مستمر. ممكن برجك يبقى محظوظ في فترة معينة بعدها يتغير الحظ بعد ذلك. وجود الشمس وعطارد في برج العذراء ده بيعزز قدرة العذراء على إدارة الأمور المالية بذكاء وتنظيم. هذه الفترة بتعتبر مثالية لتحقيق مكاسب مالية غير متوقعة أو استثمار جهود سابقة في نجاحات مادية، والهدايا تأتي كنتيجة لتقدير الآخرين لجهودهم. لذا عليك أن تستغل هذه الفترة بالتركيز واستثمار الوقت والجهد في تحقيق الأهداف المادية. أيضا مع وجود كوكب المشتري كوكب الحظ والفرص في برج الجوزاء بيفتح أبواب لتحقيق مكاسب مادية كبيرة، سواء من خلال فرص عمل جديدة أو مكافآت مفاجئة. هيكون الجوزاء من بين الأبراج المحظوظة في الفترة اللي جاية، لذا ابحث عن الفرص الجديدة ولا تخشى التوسع في المشاريع المالية أو الاستثمارية. يشير أورانوس المتراجع في برج الثور لتغيرات غير متوقعة قد تكون إيجابية على الصعيد المالي. وعلى الرغم من التراجع يمكن أن يجلب بعض التحديات، إلا أنه بيحمل أيضا هدايا غير متوقعة ربما من مصادر قديمة أو عبر إعادة تقييم الأمور المالية. لذا كن مرنا في التعامل مع التغيرات واستفد من الفرص المالية اللي بتظهر فجأة. وجود كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال في برج الميزان بيعزز الفرص المتعلقة بالهدايا والعلاقات المالية الجيدة. هيشعر الميزان بالانسجام المادي والاجتماعي وتلقى دعم مالي أو هدايا من شركاء أو أشخاص مقربين. لذا اهتم بتعزيز علاقاتك الاجتماعية والعملية، قد تكون سبب في تحسن وضعك المالي. ويشعر الميزان بالانسجام المادي والاجتماعي وتلقى دعم مالي أو هدايا من شركاء أو أشخاص مقربين زي ما إحنا قلنا قبل كده.